اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. اولا كنهنئ الناس اللي خدموا مزيان في الفروض ديال اليوم، ولكن الا كنتي ما خدمتيش في الفروض ديال اليوم كاين واحد الحاجه مهمه خاص تعرفها. فهاد الشيء ديال الفروض كاين واحد الحاجه كتسمى السبب والنتيجه. الحياه كلها قائمه على هاد البلان ديال السبب والنتيجه. مثال بسيط ديال هاد النظريه نعطيه لك من خلال مثلا موتور. مثلا موتور علاش تيتحرك؟ علاش كيتحرك الموتور؟ علاش كيمشي؟ حيت فيه ليسانس. ليسانس هو السبب، النتيجه هي ان الموتور كيتحرك. في الفروض ما كاينش سبب واحد، كاين بزاف ديال الاسباب، وملي كتكثر الاسباب كتكون النتيجه ديال نقطه زوينه كيكون عندها واحد الاحتمال كبير. تحفظ بطريقه مختلفه مثلا، تفهم بطريقه مختلفه مثلا، صاحب مع ناس مجهدين في دوك المواد اللي ضعف فيهم انت مثلا، تاخذ لي سورس من المصادر ومن الاطر المرجعيه ومن الاساتذه مثلا. بزاف ديال الاسباب اللي تيكونوا نتيجه في الاخر. دونك الا كنتي ما خدمتيش فهاد الفروض عرف باللي راه كاين سبب وكاين نتيجه. في الفروض الجايه كثر بزاف ديال الاسباب باش توصل للنتيجه اللي هي نقطة مجهدة. هكا غدا الحياة، وما كاين لاش تفرح ولا تقلق. تلقاو في الفيديو الجاي، الى اللقاء. الداعم ديال هاد الحلقة هما المشتركين في العرض ديال الاجتماعيات. هذا عرض ديال الاجتماعيات للناس اللي عندهم باك حر علمي، باك احرار علمي، اولى باك علمي. هاد الكورس فيه منهجيات والدروس كاملة في هذا المستوى، هذا أولى باك علمي وباك حر علمي، وفيه مصطلحات مشروحة ومميزات للمشتركين في هذا العرض. هذا ممكن لك أنك تشريه وتستفد منه في هذا النمرة أو في الرابط اللي غيكون تحت هذا الفيديو.